Robbie! منور نادي النادي الاهلي. اخبارك يلا خليل. اتفضل يا كابتن. اتفضل. متأكدين؟ تمام كده؟ خد راحتك، خد راحتك يا كابتن. اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله على السلامه. منورنا في قناه النادي الاهلي وشرفتني. اسطوره كبيره قاعد معانا. الله يخليك يا رب. قول لي بقى، تحب نقول لك بير رامي ولا نقول لك يا ممدوح ولا نقول لك ايه؟ لا انا رامي. رامي كويس. الاسم المحبب ليك رامي، كل الناس بتنادين رامي. طب قول لي ايه سر، يعني في كره في كفر الشيخ بتسمي اسمين للولاد، ايه القصه دي؟ كل الارياف بالشكل ده اعتقد في مصر. وانا اعتقد ان احنا انا واخواتي كلنا نفس الكلام، كل واحد عنده اسمين. ما كانش ثلاثه وعندنا عفره الحمد لله. ما شاء الله. يعني ده يعني عاده موجوده في في الارياف موجوده. في القريه المصريه. طب انت لسه على تواصل مع يعني في القريه مع اصحابك؟ كل اسبوعين هناك انا. فعلا؟ كل اسبوعين. اسبوع اخر الاسبوع مثلا بتروح ولا بروح الويكند؟ لان والدتي موجوده لسه هناك. ربنا يديها الصحه، ربنا يبارك في عمرها. وانت ليك علاقه مع والدتك كبيره يعني؟ طبعا، يعني ده اهم حاجه في الحياه، الاهل والصحاب وال صحيح. طبعا صحيح. طب خلينا نتكلم في البدايات بقى. طبعا انت ابتديت او امتهنت مهنه صيد الاسماك. طبعا دي يعني المهنه دي من ركائز الاقتصاد المصري، لان طبعا هي زي ما بيقولوا من سله الغذاء، جزء من سله الغذاء. فبدات الشغلانه دي وبدات فيها بس بعيده خالص عن كمال الاجسام. الربط جه ازاي؟ احنا عامه من قريه اسمها سباعه، دي القريه اللي انا منها، من مدينه اسمها برج البرولس، وهي كل اهلها طيبين اللي انا بحب اسلم عليهم كلهم طبعًا لانهم اهلي واصحابي. احنا بنوجه التحيه ليهم. كلهم بيمتهنوا نفس المهنه لان احنا مدينه ساحليه. فده جزء من الشغل اللي بيمتهني كل اهل المكان. بما ان احنا يعني انت عارف الفكره في الارياف وكلام من ده، ما فيش حاجه اسمها ان انت بتدرس وبس او ايا كان. كلنا بندرس وبنشتغل ودي من الحاجات الجميله اللي في الارياف واللي بتخلي الناس برضو عندها يعني شخصيه، عندها جلد، وان هي تبقى طبعا يعني مهمه جدا يعني. فاحنا دي شغلانه كانت جنب دراستنا لحد ما، وطبعا هي جزء من مهنه العيله اللي كلها بتشتغلها، فاوريدي ده مبني عليه اقتصاد. صحيح. بيت او اسره او ايا كان الموضوع. كمال الاجسام هوايه، لان اوريدي انا اخويا كان كمان بيحب كمال الاجسام جدا. فعلا ده كان اخوك الكبير. اخويا الكبير اكبر مني حوالي 13 14 سنه ما شاء الله. فهو كان بيحب اللعبه، وانا كنت شايف ان هو يعني اكبر اسطوره لكمال الاجسام في العالم. الى ان يعني الامور تطورت معايا لحد ما خلصت دراستي، فكان عندي يعني تارجت ان انا يبقى جزء من حياتي لعبه كمال اجسام، او على الاقل يبقى عندي تبقى جزء من هواياتي اللي انا ممكن اقدر امارسها في يوم من الايام. حبيتها؟ جدا. خلي بالك مش اي حد بيحب بر الحديد. يعني بر الحديد ده بيحتاج يعني مجهود وعايز جلد، مش اي حد يحبه. في ناس تخش صاله الحديد تمشي تقول لك لا انا ما العبش. شوف، هو ده كلام جميل، لكن هي الفكره كلها ان كلنا بيبقى عندنا قدر من الطاقه في مرحله شبابنا، واحنا لازم نحطه في المكان الصح، وده يعني لازم يكون توجه كل اسره لاولادهم. انا كنت شايف ان كمال الاجسام يعني هي لعبه بتخدم كل اللعبات، وانا كنت بحب الملاكمه جدا، لكن عشان ابقى بروفيشنال فيها كان لازم اكون شايف مدرب، واحنا كانت القريه امكانياتها يعني على قدها شويه. بس انا كنت شايف كمال الاجسام كمرحله في حياتي ان انا هي باسهل الطرق تقدر تمارسها، فانا كنت شايفها حل كويس جدا كرياضه يعني. طب قول لي، انت كنت بتحب كره القدم؟ جدا. وعشقك هو النادي الاهلي؟ طبعا، يعني زي مصر كلها يعني الا القليل. يعني عشقك النادي الاهلي. وطب ليه ما رحتش ناحيه كره القدم؟ خاصه ان برضو كره القدم ما كانش محتاجه امكانيات. خلي بالك برضو انت في اي مكان ممكن تعمل تقسيمه وتلعب. دي حقيقه. ليه ما رحتش ناحيه كره القدم؟ احنا كمان يعني لو في القرى، بما ان المساحات متوفره وده صحيح،
وده كان جزء مهم جدا والمفروض الناس تشتغل عليه في الفتره اللي جايه ده، يعني لو احنا بنفكر في الرياضه بشكل يعني سليم يعني سليم. لكن احنا كانت مساحات متوفره جدا، فكان ممارسه طول الوقت من الناس لكره القدم، بس انا طبعا ما كنتش موهوب فيها، انا محب وبتفرج، حاولت محاولات كثيره، لكن هي الفكره كمان ان انت تختار اللي يناسبك، ودي كمان من الحاجات المهمه جدا، حتى دور يكون دور اسري، وكمان قناعاتك الشخصيه تحط نفسك في المكان الصح او توظف نفسك علشان ما تهدرش وقت كتير من حياتك. صحيح. فانا كنت شايف ان كمال الاجسام هي الانسب ليا كجيناتكس، لان انا يعني برؤيه عامه شايف ان ده يناسب جسمي يعني جينات جسمي. اما كان كره القدم بتحتاج موهبه يعني على قدر من الموهبه، لازم يكون عندك قدر من الموهبه. طب قول لي انت ليك يعني طقوس معينه في ماتشات الاهلي؟ لما في ماتش اهلي النهارده بتعمل ايه؟ هو عامة يعني الأول ليه الأهلي الأول؟ عشان ده سؤال مهم. جميل. الأهلي مش الأغنية، الأهلي كيان فعلا. الأهلي كيان لأنه مؤسسة ثابتة وناضجة، ويعني على مدار تاريخها كلها لها أسس ومعايير، حتى لو اختلفت الأشخاص على يعني أو تداول الأشخاص على رئاستها أو الممارسة جواها أو أيا كان اللاعبين. أشخاص مين بس هو السيستم هي ثابت. هو ده السيستم اللي بيخلي الواحد يحب المؤسسة نفسها، فكرة إن أنت بتشتغل شايف إن دي حاجة ليها ثوابتها اللي بتخليك طول الوقت شايف إن نجاحهم مبني على واحد اثنين ثلاثة أهداف وطرق وأساليب، وده اللي بيخلي الواحد يعني تكون جزء من حياته لو هو عايز ينجح في حياته فعلا. يعني انت خدت النادي الاهلي قدوه ليك حتى. النادي الاهلي كمؤسسه وكطريقه تفكير انا شايفها ان هي تنفع لاي مؤسسه ناجحه في مصر. وهي صحيح مش المؤسسه الوحيده، لكن هي من اهم المؤسسات الثابته لانها على مدار عقود طويله. صحيح. يعني شغل ثابت، شغل ثابت. فالنادي الاهلي خلانا نحب ازاي يبقى عندك حاجات منظمه، فيعني بنى في شخصيتنا حاجات مهمه جدا، حتى لو احنا بعيد عن اصل المشجع ممكن يرسم صوره في خياله حقيقه او غير حقيقه، لكن هي كانت بتطابق الواقع بشكل كبير جدا. صح. يعني صح. فالاهلي كان يعني بالنسبه لنا كمشجعين درجه ثالثه زي ما بيقولوا، جزء كبير جدا من حياتنا. يعني بص كلامك وانت اسطوره كبيره وحققت نجاح كبير وبتتكلم عن النادي الاهلي اللي انت عمرك في يوم من الايام ما لبست تيشيرت خالص، يعني النادي الاهلي ما عندوش كمال اجسام. وبتتكلم بهذا الحب وبهذا الفخر للنادي بتاعك، وبتقول في الاول لا قبل ما تسالني ايه البروتوكولات بتاعتي ليه الاهلي. فالحقيقه لما بنلاقي حد كده الحقيقه فعلا بتلاقي شخصيتك انطبقت مع شخصيه النادي الاهلي. انت في حياتك كده هتلاقيك يعني تمرينك اكلك شربك اسلوب حياه اصل النجاح قصته واحده في كل مكان. ان انت تاخد قصه ناجحه وتحقق بيها خطواتك ده مهم جدا. صحيح. عشان كده الواحد لازم يشوف رموز ناجحه يبقى الناس تمتثل ليها وتحط نفسها في اللاين بتاعها عشان تقدر تحقق نجاح. طب قول لي بقى بروتوكولك النهارده ماتش الاهلي، عندك تمرين؟ هل بتظبط تمرينك مع الماتش؟ انا هي دي المشكله الوحيده اللي انا كنت بعاني فتره طويله من قلق المشجعين الزياده عن اللزوم، فكان ده يعني انا حاولت اقلل منه ومن حدته فتره بعد ما مارست الرياضه. لكن هي حكايه طريفه جدا، كنا في 2012 كان عندنا بطوله وكانت النهائي بتاع افريقيا بتاع النادي الاهلي، كنا بنلعب هناك وانا كان عندي البطوله في نفس اليوم. كانت البطولة فين؟ كانت في تونس. تونس. النهائي كان في تونس. أنا كنت بطلع على الاستاج وأنزل من الاستاج أمسك التليفون وبعدين أطلع تاني على الاستاج. بتشوف الماتش على الموبايل. بتشوف مع إن أنا لابس اللبس بتاعي وبجهز، بس هي الفكرة إن الأهلي كان بالنسبة لي أولوية مهمة جدا، كمان هي فرحته فرحتنا اللي بتخلي الواحد التاني يوم يحس إن هو عايز يعمل حاجة جديدة في حياته. صحيح. لما بيحصل اي حاجه احنا مش حابينها كمشجعين، انا مش بتكلم على الاداره طول الوقت بالشكل الاداري في الاهلي ناجح وثابت، فاحنا مش ما بنتكلمش في الحته دي، بنتكلم في كمشجع بيشجع فريق ايا كانت اللعبه. صحيح. ايا كانت اللعبه. صحيح. لان احنا عندنا لعبات كتير بتتابعها كلها؟ طبعا يعني. احنا الحمد لله يعني الفرق كلها صحيح، يعني احنا والزمالك والاتحاد وفرق كثيره في مصر،
بتحقق نجاحها في في بقيه الالعاب، لكن احنا كمان مميزين جدا في بقيه الالعاب. يعني الحمد لله عندنا طايره هايله جدا، سلب ليها خطوات، ليها خطوات كويسه. احنا عندنا تنس طاوله اللي لسه كانت بتتعرض بتتعرض من شويه، مهمه جدا يعني. صح الحمد لله احنا عندنا حاجه كويسه جدا يعني. انا عايز اقول لك كلامك اسعدني جدا بجد والله، يعني لما قربنا معاك وجمهور الاهلي اكيد كلامه هيسعدك، وخليني يعني يسعده هو طبعا. وخليني اتكلم في حته مهمه، يوم ماتش الاهلي انا برضو عايز ارجع الحته دي. يوم ماتش الاهلي يعني انا لما قالوا لي مثلا اكلمك او قالوا لي لا بص ابعد عن ماتش الاهلي خالص قبل بربع ساعه وبعد بربع ساعه، قول لي بتظبط تمرينك مع الماتش؟ طبعا بتعزل نفسك خالص، بتقفل تلفونك؟ انا سمعت انت بتقفل تلفونك كمان. لا عشان ابقى يعني انا بحب اتفرج على كمان احب طول الوقت ابقى مهتم بالتفاصيل. يعني احنا عندنا كمان لاعبين حتى لو في بدايتهم بحب بشوف اللاعبين دول. يعني انا من قبل يمكن او كان ليا تصريح صغير كده، كان قبل المباراه اللي هيلعب فيها اكرم، قلت اكرم هيعمل حاجه هايله جدا، يمكن وتسجل على قناه فانا شايف ان احنا عندنا الحمد لله عندنا لاعبين مهمين جدا. بعيدا كمان ان انا مهتم بقى بالتفاصيل دي، عشان كده تلاقيني قبل الماتش بجهز وعارف ايه، وطول اليوم بسمع بس اخبار النادي الاهلي مشغلها طول، حتى لو بعمل اكل ايه لو بجهز والتشكيل اللي هينزل ايه والدنيا ايه طبعا. فانت قاعد متابع. بس انا اعتقد ان كل جمهور الاهلي الشغوف بيعمل نفس العمل اللي انا بعمله كلنا كده. لا انا فخور ان اسطوره كبيره ما نسيتوش الاضواء والشهره، ما نسيتوش حبه للنادي الاهلي. بالعكس ده جزء من كياننا يعني، ده جزء من حقيقتنا يعني. صحيح. لا صحيح. طب كابتن احنا عملنا تقرير لحضرتك عن مشوارك ونجاحك، خلينا نشوف التقرير ده مع بعض اعزائي المشاهدين. هنشوف تقرير عن بيج رامي وارجع لحضرتك تاني. استطاع التغلب على جميع التحديات التي واجهته وقهر الصعوبات وما أكثرها. هزم فيروس كورونا قبل أن يبهر الجميع ويتوج باللقب الأهم والأقوى والأعظم في عالم كمال الأجسام للمحترفين، وهو مستر أولمبيا 2020، بعد تدريبات قاسية دامت لأعوام وأعوام ليتغلب على أعتى أبطال اللعبة المحترفين في العالم، فيل هيث وبراندون كوري والإيراني هادي شوبان وويليام بوناك وغيرهم من النجوم الذين تألقوا على مسرح أولمبيا على مدار السنوات العشر الأخيرة. ممدوح السبيعي الملقب ببيج رامي ولد في 16 من سبتمبر عام 1984 بمركز البرولوس في محافظة كفر الشيخ، وتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية بمسقط رأسه. وضع رامي حلم كمال الأجسام نصب عينيه منذ الصغر، حيث كان يتدرب في صالة رياضية بمدينة بلطيم، واشتهر وذاع صيته وحقق العديد من المراكز المتقدمة على مستوى البطولات المحلية. وفي إطار بحثه عن مصدر دخل مناسب، سافر الأسطورة المصرية إلى الكويت عام 2010 للعمل مع أسرته في مجال الأسماك، ولكن كل هذا لم يمنعه يوما من السعي من أجل تحقيق حلمه الذي آمن به. لذا لم يكن غريبا أن يتدرب هناك في الصالات الرياضية، ثم يقرر إيقاف عمله في مجال صيد الأسماك والتفرغ للعبة تماما، وهو ما نتج عنه مواجهة صعوبات بالغة، خاصة أن اللعبة مكلفة مادية. لذا عمل بمراكز التدريب لأكثر من 8 ساعات يومية، ولم يستطع أن يترك هذا العمل حتى عندما كان يبدأ التجهيز للبطولات التي يشارك فيها. أصر رامي ممدوح السبيعي على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي يشارك فيها، رافضا كل الإغراءات التي عرضت عليه للعب بأسماء دول أخرى. وسجل رامي أول ظهور له على مسرح مستر أولمبيا للهواة عام 2012، وكان وزنه 286 رطلة، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة نيويورك برو عام 2013.
بيجرامي هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015 بحضور الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، وحصل وقتها على جائزة مالية كبيرة ليحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة. بدأ نجمنا رحلته مع بطولة مستر أولمبيا عام 2013، فحقق المركز الثامن في مشاركته الأولى، ثم المركز السابع في نسخة البطولة ذاتها عام 2014، والمركز الخامس عام 2015. وتقدم رامي في المراكز حتى احتل المركز الرابع عام 2016، ثم المركز الثاني في البطولة عام 2017، وتراجع للمركز السادس خلال مشاركته في نسخة عام 2018، حتى تحقق حلمه بالحصول على لقب البطولة في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ مصر وإفريقيا. ولم يكتفي باللقب، بل فاز أيضا وقتها بلقب أفضل لاعب في البطولة باختيار الجمهور، بعدما صنع لنفسه شعبية عريضة هناك بدليل أنه شارك بدعوة خاصة تمنحها مستر أولمبيا للنجوم فقط، بعدما تسببت كورونا في إبعاده عن البطولات المؤهلة للحدث الأكبر في العالم. بيجرامي فاز باللقب برعاية مصرية خالصة بعد انضمامه لفريق كوسكواد الذي يضم أكثر من 45 لاعبا في كمال الأجسام، ويستعد خلال الساعات المقبلة للسفر إلى الولايات المتحدة من أجل خوض منافسات نسخة 2021 التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. مشوار كبير يا كابتن بصراحة، ويعني لحظات كانت فيها أيام كتير صعبة. الحمد لله. فضلنا قبل أنا ما أروح معاك بقى في تفاصيل ديتيل أكتر نعرف بيها الجمهور، أنت شايف الدوري لسه في أمل ولا لأ؟ الآخر ماتش إن شاء الله الآخر دقيقة. احنا تعودنا كده من الأهلي، يعني احنا مرينا بظروف أصعب من كده كتير وكان ربنا يعني معانا، بس هي في الأول والآخر ده رزق. اللعيبة اجتهدت، وانا شايف على غير النغمه اللي حصل من بعض الجماهير الفتره اللي فاتت ان احنا ممكن اللعيبه تكون يعني ما ادتش اللي عليها في بعض الماتشات، بالعكس احنا يعني انا شايف حتى في ماتشنا الاخير اللي تعادلنا فيه مع النادي الاسماعيلي احنا كنا جيدين جدا جدا جدا. بعض الظروف في الماتش اللي حصلت خلت اللعيبه ما هيش كامل تركيزها في اخر الماتش، وده شيء طبيعي وارد جدا. احنا لازم نحييهم كلهم لانهم ادوا اللي عليهم، وكانت سنه مليئه بالانجازات، وما زلنا يعني احنا عندنا امل ولسه عندنا بطولات، فيعني احنا معاهم وفي ظهرهم لحد اخر نفس. طب نصيحتك للعيبه ايه بحكم طبعا ان اكيد انت تعرضت لاصابات في مشوارك، اكيد اتعلمت حاجه ممكن تفيد بيها لعيبه الكوره؟ انا بشوف ان اي مرحله ممكن، هو احنا الحمد لله ما تعرضناش لمراحل اخفاق السنه دي الحمد لله من فضل ربنا، لكن وان حصل ده في وقت من الاوقات دي مرحله بتعدي من 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 العمر، المفروض النظره الاحسن، وده اللي اتعودنا عليه برضو في النادي الاهلي ان احنا نبص على الخطوه اللي بعدها. مفيش داعي ابدا نضيع وقت في ان احنا عملنا ايه امبارح، احنا هنعمل ايه بكره، ده الاهم. صحيح يا كابتن. طب خلينا نطلع لفاصل عشان ارجع بعد الفاصل نحط سبوت على بداياتك ونشأتك وصعوبات اللي قابلتك، بس بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الاسطوره بيجرامي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع الاسطوره بيجرامي. هبتدي من البدايه، يعني خلصت دراستك وكنت برضو لسه مهنه الصيد بتلعب كمال اجسام شويه، دورت زي اي شاب مصر ملايين الشباب على عقد بره، جالك في دوله الكويت سافرت، احكي لي بقى من البدايه. شوف خلينا نقرر شيء مهم جدا، مفيش نجاح من غير صعوبات. علشان الناس بس تكون كلها حاطه، الناس اللي بتواجه صعوبات في بدايتها ده اكيد وراه نجاح، بس انت يبقى عندك الاصرار والعزيمه ان انت تواجه ده بكل شجاعه وبامل ان بكره ان شاء الله احسن بكتير من النهارده. ده دي قاعده لازم لكل الناس اللي عايزه تنجح في حياتها. انا زي اي حد بسافر في البدايات كانت بدايات صعبه جدا، يعني بلد غريبه، عادات غريبه، مكان غريب عليك، وانت ما معكش المؤهلات ان انت تتعامل مع مجتمع مختلف عنك بكتير. لكن
الحمد لله كان ربنا يعني برضو سند ليا طول الوقت، يعني خلق لي ناس كانوا مميزين جدا واصحاب كانوا مميزين جدا وما زالوا يعني لحد النهارده هم في ظهر وسند واخوات وكمان كان ربنا اكرم في البدايات ان انا اتعلمت من الناس هناك حاجات كتير عن كمال الاجسام، وده كان مهم ان انت تثقل نفسك لو انت حابب تكمل في مجال انت حابه. طبعا انا اول ما رحت ما كنتش رايح على كمال الاجسام، انا كنت بشتغل في مهنه اهلي برضو في الصيد، الى ان جت فرصه ان انا اشتغل في الحاجه اللي انا حابب ان انا ابدع فيها. ازاي جت الفرصه؟ دورت يعني رحت يعني انت بحثت كمان في طبعا وقت عندك. لا تمام. انا دورت في كذا مكان واشتغلت كلينر في كذا مكان يخصوا اللعبه، يعني حتى مش مدرب لان ما عنديش المؤهلات الكامله ان انا اعمل ده، مع اني قبل حتى ما اسافر من مصر من شغفي في الموضوع كنت بدرس فيه. برافو. لما رحت هناك قابلت راجل محترم وما زلت اذكره بالخير، كابتن بلال خزعل، شاب لبناني محترم جدا علمني كتير في كمال الاجسام، هو كان بطل عربي عظيم يعني. اتعلمت من تحت ايديه حاجات كتير جدا، بس طبعا يعني انا كمان لازم طموحك اللي انت بتشتغل عليه كمان يكون ليه مردود في حياتك العمليه. بمعنى ان ما ينفعش تهدر وقتك طول الوقت على لمجرد شغف، هتيجي وقت وهتعطل، لازم تكون حاطط رجليك على الارض، ان هي الطريقين يكونوا ماشيين مع بعض. انا بكسب كويس جدا وكمان هحقق اللي انا نفسي اعمله كطموحات وحب للنجاح نفسه وقيمه النجاح. فانا كنت عايز امشي في الخطين دول، اهم حاجه ان انت تثقل نفسك عشان تقدر تكمل فيه حتى لو هتفيد غيرك او تشتغل في المكان. المهم يعني فاشتغلت بعد كده مدرب في النادي اللي انا كنت بشتغل فيه، كان اسمه هارد روك في الكويت. سبت الصيد بقى خالص؟ تمام. وبعدين اشتغلت عندهم فتره لا باس بيها حوالي 9 شهور. المردود المادي كان شويه ضعيف، حاولت ادور على مكان احسن. وكمان سؤال. انا عايز اقف هنا. المردود المادي اللي كان بيجي لك من شغلتك او امتهانك بقى لكمال اجسام كان اكبر ولا اقل من الصيد؟ اقل كتير من الصيد، كتير يعني بلا مقارنه. يعني بلا مقارنه عشان يعني توصل لحلمك ضحيت بفلوس في الاول؟ طبعا لازم، هي لازم التضحيات يعني ما فيش يعني وهي المجازفه وعاش باللذات كل مجازف، يعني هي لازم الواحد يكون بيجازف ويقدر يبقى عنده الطموح ان هو يشتغل على نفسه. هيتعب شويه، هيتعب اكيد، لازم يتعب والا يبقى النجاح حتى ملوش طعم يعني. صحيح. فرحت المكان اكبر، قدمت في كذا مكان كبار جدا فتوفقت ان انا اشتغل في مكان تحت الاختبار في مكان كبير جدا كان اسمه اوكسجين جام، وده كان نادي كبير جدا. معروف كل حته. انا كنت محظوظ ان انا اشتغلت في المكان ده. المكان ده لانه كانوا فيه ناس كتير من بره، صاحب المكان كان عنده شغف كمان ان هو يحقق رياضه كمال الاجسام في بلده وكان عايز يبدع فيها. كانت سبحان الله الاختيار كان موفق جدا بالنسبه لي، وربنا كان رايد لي ان انا كمان اكل عيش في المكان ده، يعني ده التوفيق يعني. طبعا. اشتغلت في المكان ده حوالي 3 سنين. ال3 سنين دول اول ما اشتغلت كنت بشتغل ضعف الناس وبقلل من الراتب بتاعهم، لان ما عندي، هو مش جايبني مثلا من بلد عشان اشتغل عنده. فانا كنت لازم اجازف شويه لان انا لازم ضعف الوقت بمرتب اقل. ادي صعوبات. ده احباط يعني. ده اي حد احباط في البدايه. انا كنت عايز اثبت للناس واثبت لنفسي ان انا هقدر اعمل ده بشكل كويس. وبعدين بصراحه الراجل يعني اللي انا اشتغلت معاه كان شايف ان في حاجه مميزه جدا. اشتغلت معاه في الفتره الاولانيه وبعدين قررت ان انا لازم امارس العب بطولات، يعني اخد خطوه ان انا العب بطوله. طبعا انت كنت بتمرن وبتلعب يعني؟ بتمرن لنفسي. نفسك وبتمرن الناس تاني. شغل مدرب يعني. طبعا. انا كنت واخد القرار ان انا لازم احط بقى بصمتي انا. عايز اخش بطوله، عايز العب بطوله، عايز اثبت ذاتي، الحاجه اللي انا بحبها ابدع فيها يعني، ما اسيب بصمتي فيها. جينا في توقيت كده يعني انا دايما بارخ كل حاجه انا بعملها. في 5/11/2010 قلت انا لازم العب بطوله. 5/11/2010. انت فاكر التاريخ؟ لا طبعا، لان انا بكتب انا الحاجات دي. فجيت طبعا لازم، انا بحب بعد الحلقه بقى ادينا نسخه ونبقى كابتن. يعني شرف ليا. المهم فجمعت اصحابي كده، احنا قاعدين كنا تيم بنشتغل مع بعض، انا وقتها كان 26 سنه، الوقت متاخر كممارسه رياضه. فجمعت اصحابي كده قلت لهم انا هلعب بطوله، فكلهم بيقولوا انت هتضيع وقتك، انت مش عارف ايه، انت كبرت انت. قلت لهم ان شاء الله انا هلعب
بعد ان شاء الله بعد سنه لسنتين هحترف. طبعا الكلام ده كلام من لان هو المفروض الناس بتاخد 10 سنين عشان تحترف، كلام من ده. اتوفقت في اول بطوله لعبتها، كانت بطوله فيها ابطال واسماء كبيره جدا مصريين، وانا ما زلت اكن ليهم كل الاحترام والتخدير لانهم ابطال ساعدوني حتى على الاستيدج، وهم ابطال مصريين منهم القريب جدا لقلبي وقلب كل المصريين كابتن انور سيف طبعا. وطبعا انور سيف وقتها كان ملء السمع والبصر، يمكن الجيل الجديد ما يعرفش عنه كتير لانه بطل، لكن كان ملء السمع والبصر حاجه كبيره جدا. فانا كنت بعد 6 شهور كانت بطولتي كانت يوم 5/5/2011 فدي البطوله يعني يا دوب 6 شهور لعبت البطوله وربنا اكرمني كسبت كسبت وخدت اول. فكنت عرفت خلاص دي هو ده المكان اللي هيناسبني وهاخد فيه خطوات. طب اللي كانوا بيحبطوك بقى واللي كانوا بيقول لك انت بدات متاخر او كنت تشوف في نظراتهم انا مش طبعا مش هعتب على ناس هم مش قادرين يشوفوا بعينيا، لان ده طبيعي يعني هو يعني في حاجات هم شايفينها بعين الواقع اللي هم حلمك انت انت شايفه. ايوه طبعا هم مش شايفين اللي انت شايفه، هم بالظبط كده وهم بيتكلموا بواقع قدراتهم ممكن. انا شايف ان انا اقدر اعمل ده، فالحمد لله كان ربنا يعني كريم جدا ووفقني واكتر من اللي انا حلمت بيه. المهم اتوفقت في البطوله دي، وبعدين قررت ان انا العب بطوله ما كانتش كانت وقتها دوله قطر بتعمل بطوله كبيره جدا كان بيجمعوا فيها الابطال العالميين كلها وبيلعبوها، فما كانش حد مصري اخذ البطوله دي قبل كده. فرحت ربنا اكرمني بيها كسبتها مرتين ورا بعض. برافو. يعني كسبتها في 2011 صح بقى 2012 و2012 برضه. طب يعني انت من 5/5/2011 ل 2012 ما لعبتش بطولات؟ ل 8/8/2012 يعني 6 شهور. ست شهور بتجهز. فكسبت خدت البطوله دي كانت 8/1/2012 كان معانا برضه ابطال مصريين وعرب وايرانيين وكانت بطوله عالميه وربنا اكرمني وعرفت ان هو ده اللاين اللي انا همشي فيه. بعدين يعني كان الراجل اللي انا قلت لحضرتك ان هو التيم اللي انت التيم ورك اللي بتشتغل معاه كانوا طموحين نفس طموحي، يمكن كان عندهم شغف لان هم كمان يحققوا بيزنس قوي كمان لبلادهم بشكل كبير جدا، فكانت المنظومه كلها متفقه ان هي تنجح. كان في حد بيرعاك في الوقت ده؟ كان بدات بقى ان انا مع تيم اوكسجين جيم. لا يعني بعد اول بطوله مثلا دخلتها ما كانش في حد بيرعاك؟ ما كانش لان ما كانوش شايفين نفس الفكره يعني. بعد ما حققت طيب بدات الرعايه الحقيقيه ليك، اصل اللعبه دي يعني مكلفة. وانا يعني عشان كده برضو لازم اكن بالفضل لاصحابي اللي وقفوا جنبي في البدايات. يعني انا كنت بشتغل كويس جدا وما زلت، بس ما كنتش قادر ان انا اكمل الـ بكامل طاقتي ان انا اعمله. فكان ليا صديق عمري وما زال يعني اسمه محمد صابر، وما زلت اكن له كل احترام وعلى صداقه لحد دلوقتي، وقف جنبي جدا يعني دعم مادي، وهو كان بقى يقول لي انت بتصرف فلوسك على الفاضي بس خد فلوس يعني مفيش مشكله. هو كان يعني كان مؤمن بيك. هو كان مؤمن ان انا بحب الحاجه دي، هو كان عايز يقف في ظهري دي الصداقه الحقيقيه. دي صحيح. لكن هو كان شايف برضو اللي انا بعمله ده شيء من الجنون. الجنون طبعا. طبعا. بعدين انا كمان كان الراجل صاحب المؤسسه السيد بدر بودي برضو الله يذكره بالخير يعني، فجينا فتره من الفترات يعني هو كان يعني في ظهري بشكل قوي جدا. المساله مش مساله ماديه لان انا بشتغل وباخد راتب طبعا. بس كفايه ان هو كان مؤمن ان انت تقدر تعمل حاجه، وكان شايف خطوه بعيده جدا ان هو عمره ما الدول العربيه فكرت تروح تلعب في امريكا تاني وكلام من ده. فهو كان شايف ان انا عندي الامكانيات ففي الفتره دي جاني اول عقد ليا، اول عقد رعايه من مجله اسمها مجله فليكس. دي مجله كانت بتوزع في امريكا وحتى في الدول العربيه يعني. وانا كنت لسه هاوي وكان ب $1000 وده كان بالنسبه لي رقم يعني مهول. $1000 في الشهر؟ وكنت مبسوط جدا يعني، انا ما اقولكش قدر السعاده اللي انا كنت فيها. بعدين لما ربنا اكرم بعد كده بعدها قعدت بسنه بالراتب ده، وبعد كده رحت لعبت في امريكا، وكانت اول ماتش ليا في امريكا الحمد لله ربنا اكرمني وفزت هناك. ودي كانت 2013 يوم 2013 27/3/2013 27/5/2013 انت فاكر التواريخ. يعني انت اتنقلت بقى نقل كامل من الكويت. رحت امريكا ولا رحت ورجعت الكويت؟ رحت ورجعت الكويت وما زلت مع التيم اللي انا بشتغل فيه. بس رحت اقتحمت بقى معقل اللعبه. انا لسه فاكر اول يوم رحت فيه يعني جو جديد عليا مختلف، انا ما كنتش بتكلم انجليزي وقتها، فيعني بالنسبه لي حاجه انا كمان الناس اللي انا بشوفها
هي الناس اللي بشوفها في المجلات وبس. بقوا واقفين قدامك. بقوا واقفين قدامي. وكمان كان فيهم اللاعب اللي انا نفسي اشوفه بس في الحقيقه اسلم عليه، كان اسمه فيكتور مارتينز، لان ده بالنسبه لي الايكونز بتاعي في في اللعبه. جنسيته امريكي. امريكي. فانا رحت لعبت معاه، يشاء القدير ان انا العب معاه في نفس الماتش وان انا افوز عليه. يا خبر ابيض. يعني بتفوز على مثلك الاعلى. ايوه اللي هو الصوره اللي انا حاطه طول الوقت في المجلات ومش عارف ايه، وحاب معلق صور قدامي. لا انت ما نمتش بيها. كنت مبسوط كمان اللي حصل بعدها. قلت انا قلت لحضرتك هي خدت معايا خطوات. يمكن في الاول كان الموضوع بالنسبه لي موضوع شخصي جدا. لما بدات اروح عالم الاحتراف لقيت ورايا بلاد يعني نفسها تحط رجليها في المكان ده. بلاد عربيه ما كانتش تسمع عن الاسم، اسماء مصريين. صحيح. الصدى بتاع النجاح نفسه هنا في مصر والشباب والتليفونات اللي انا ما كنتش متخيل الناس اصلا بتبص عليا. فحسيت قد ايه الموضوع بالنسبه لي مش شخصي. ده حلم ناس كتير. صح. او حلم ناس في النجاح ونفسهم يتحقق فيك. الله. فيعني كان بالنسبه لي الموضوع يعني عظيم جدا. السعاده بقى اختلفت بالنسبه لي من حاجه شخصيه لبقت حاجه حلم شباب. حلم كلهم بيحلموا نفس الاهل. ملايين الشباب زيك بيحلموا. وهي زيك. الفكره مش فكره كمال اجسام ولا فكره كل واحد نفسه يلاقي النجاح اللي نفسه يحققه في حد معين. وانه من نفس الظروف ومن نفس الطينه ومن نفس المجتمع. فاللي بيخليهم يقولوا والله طب ما هو قدر، ما احنا ما نقدر احنا كمان. بالزبط. عادي جدا. بالزبط. فالحمد لله يعني احنا كمان من بعدها كفي الدول العربيه البيزنس بتاع البادي بيلدينج ارتفع بشكل غير عادي. الجيمات بقت موجوده في كل مكان. الناس نقدر. بقى نقدر. نقدر. كله عنده الطموح ده. والحمد لله ان انا يعني اتمنى ان اكون خدت خطوه. الناس بعدها الحمد لله احنا عندنا دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله لاعبين كتير جدا محترفين. عارف. لا ده انا عايز اروح معاك بقى. بس انت يعني خطوة احنا مش هنط. احنا وقفنا عند 2015 2013 بس خلينا نطلع لفاصل ضروري. معلش انا اسف. اطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. احنا وقفنا عند 2013 هنكمل المشوار ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين حوارنا مع الاسطوره بيج رامي. وصلنا 2013. أيوة. اول بطوله في امريكا خدتها. في عقر دار اللعبه دي. والمصاريف والتكلفه والاضواء وانت جاي بصراحه يعني منهك. من وقت انت انا متاكد من الكلام اللي بقوله ده من غير ما تقولي ما كانش بيبقى معاك تكمل الشهر. لا هو الموضوع كان اكبر من كده. الموضوع ان انت معاك ما كانش معاك حتى مصاريفك اللي تخليك تؤهلك ان انت تعيش العيشه العاديه اللي في البدايات. يعني مثلا ودي حقيقه والله يعني انا أنا مش عايز اصعب الامور على الناس لكن هي دي الحقيقه. لازم ودي ضريبه النجاح اللي لازم الناس هتمر بيه. انا كان في اوقات ما بيبقاش على معايا اللي هي انا العمله هناك دينار. بالدينار. فانا ما كانش معايا بيبقى ال 200 فلس اللي اركب بيهم الباص عشان اروح الشغل. كنت اضطر امشي ال 10 كيلو في حر الكويت يعني رايح راجع. فده صعوبات انا متاكد ان كل واحد بيدفع ضريبتها في النجاح بتاعه بشكل او باخر. يعني بشكل او باخر مش لازم تكون بنفس الصوره لكن دي صعوبات وحاجات الناس لازم تبقى متاكده ان ضريبه للنجاح وانه هيمر بالظروف. انت مؤمن ان النجاح بيجي من رحم المعاناه؟ طبعا ده اكيد اكيد اكيد. حتى لو انت لو كانت الظروف مهيئه ماديا. انا ما بتكلمش على الامور الماديه بس. في امور نفسيه ممكن تكون اصعب كتير من الامور الماديه بعض الاوقات او بعض المجالات. فاحنا ما بنتكلمش على ان هي صعوبه او باخرى بتختلف من مجال للتاني. لازم تتحملها. ولازم تعديها عشان طبعًا توصل. طبعا. طيب رحنا 2013 امريكا كسبنا. بدات الدنيا الله طب ما نقدر. بدات كمان مجالات حاجات تانية اتفتح. يعني الموضوع مش بس ان انا كسبت بطوله او كده. لا الحمد لله بدا يجي لي سبونسرز من اكبر شركات في العالم. كانوا شايفين عندي البوتنشال اللي هو ده ينفع يكون ستار في اللعبه بتاعتنا. فالحمد لله جاني اول عقد ليا وانا لسه قبل ما العب البطوله بتاعت امريكا بشهر. وكان برضو للانصاف صاحب النادي اللي انا فيه قال لي ما تاخدش العقد ده لسه هيجي لك عقد اكبر كتير. العب البطوله وانت هتكسب. وفعلا لعبت البطوله وكسبت وجالي مبلغ انا وقتها ما كانش يعني كان رقم كبير جدا. يعني من انا كنت شايف 1000 دولار فلما جالي 500000 دولار انا بقيت شايف ان الرقم يعني بالنسبه لي كبير جدا. فالحمد لله على كرم ربنا الاول. ولكن انا بقول ان دي هي المراحل اللي الناس بتمر بيها. ربنا. ايوه طبعا طبعا الصبر
الصبر اللي ربنا بيقدره لك طبعا، لان ما فيش حاجه مننا اكتر من ان احنا بنجتهد. الله ينور عليك. انت الجميل فيك يا كابتن ان انت مصري بجد، يعني انت واحد زينا شبهنا، ما انتش مثلا رحت عشت في امريكا مثلا 25 سنه ومن هناك بدات وانت محتفظ بجنسيتك، انت طالع شارب ميتنا واكل اكلنا، شفت صعوباتنا، طلعت حتى عقد عمل زي ملايين المصريين اللي ما بيدوروا على عقود عمل. ده الجميل. انا شايف ان احنا كلنا كمصريين بنحمل نفس الطينه. هي الفكره بس لما ربنا يقدر لنا المكان الصح لينا لازم نتحمل مسؤوليتنا. ولازم انا بقول لكل الناس اللي بتغترب، يمكن انا كنت اتكلمت مع حضرتك في فاصل، الناس اللي بيقدر ليهم النجاح بيبقى عليهم تحمل مسؤولياتهم، لان انت بتتكلم باسم بلدك، ما عادش بتتكلم باسم شخصك ابدا. خلاص. فلازم تحمل مسؤولياتك. دايما اللي يقدر ليه ان الكاميرا تبقى عليه بعض الوقت او مده طويله لازم يتحمل مسؤولياته، لان وراك ناس بتبص عليك طول الوقت واللي بيقتدوك ايا كان بقى. انت اكيد شخص يعني عادي وجواك الخير والشر وتشيل علم بلدك. ايوه. فخلاص انت بتتكلم، ما بتتكلمش باسمك ابدا، بتتكلم باسم بلد عظيمه زي مصر، فلازم تتحمل مسؤولياتك. انت شايف بلدنا عظيمه يا كابتن؟ بلدنا اعظم بلد في الدنيا. وعلى فكره ده كلام مش انشاء، اللي جرب وطلع بره مصر اكيد ناس كتير مصريين ومنهم ناس جوه مصر عارفين ان مصر دي اعظم بلد في الدنيا. يعني انا لسه بقول 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 الكلام ده، كل اصحابي يمكن انا يقول لك انت عشت بره ومش عارف، اقول لهم اللي جرب يقعد في الشارع بتاعنا 10 دقايق ويسمع 100,000 حكايه يحمل من الذكريات اللي يكفيه ان هو يحكيها لاولاده واولاد ولاده. انت ممكن تعيش سنين طويله بره مصر ما تحملش ذكرى واحده غير ان انت اشتغلت واكلت ونمت وبس، هي الذكرى الوحيده. كان بلدنا بلد عظيمه، وانا مقدر ان بعض ظروف الناس بتخليهم يبقوا بيستثنوا عظمه بلدهم لانهم مش شايفين الصوره كامله. لكن صدقوني والله ما في اعظم من مصر، لا بلدها في ناسها الطيبه، في شوارعها اللي كلها حكايات بذكرياتها الجميله، بالاهل، بالصحبه، بان حد ما يعرفكش يبقى حاسس ان انت اخوك وعارفه بقالك سنين. يعني الكلام مش انشاء، لكن انا بقوله لان انا حسيته وشفته ومريت بيه من بلد لبلد، وشفت قد ايه المصريين ناس فيهم بركه ربنا سبحانه وتعالى. مصر بلد عظيمه. وانا عايز اقول لك كلامك يعني اثر فيا جدا، لان انا الحقيقه مثلت مصر كمان. وحسيت قد ايه مصر عظيمه. مصر تستاهل مننا ان احنا بس مش نضحي بحياتنا، لا انا هنضحي بكل غالي ونفيس عشان البلد. ده حقيقي. وانت من يوم ما طلعت وانت حاسس بده وشايله جوه قلبك. الحمد لله. مفضل. بالرغم ان انت ايه، معلش، انت بتلعب باسمك بس بين قوسين مصري. مصري طبعا. انما بتلعب باسمك بجرامي بس انا مصري. وكنت دائما ابدا شايل ده جواك وبتسافر بيه كل حته، وده الجميل فيك ان انت زينا وشبهنا. الحمد لله. وصناعه، انا قلت في البدايه الجوهره مصريه، صناعه خالصه. خلينا نروح ليه بعد كده، دخلت على عالم الاضواء، بدات تمضي عقود، بدا الناس حلمها يكبر فيك. اول بطوله مستر اولمبيا لعبتها امتى؟ برضه في نفس السنه 2013، في يوم 17/9/2013. دي بقى، لا انا عايز اقف عند حته. لما دخلت على روني كولمان ودخلت على جي كاتلر وضحكوا. اتكلمنا على الموقف ده بالذات. ده احنا كنا في بطوله، ده كان جيست بوزنج معمول اعتقد في، كان في احدى الولايات، وكانت البطوله دي احنا بنطلع نعمل فيها بوزنج للناس اللي هيلعبوا اولمبيا بس، يعني بيعملوا عرض بسيط، فهم ما كانوش شافوني على الحقيقه. دول اعظم اثنين لعيبه في العالم، يعني روني كولمان. وهم على فكره يعني من الناس اللي بيحبوا لعبه كمال اجسام من قلبهم، اللي هم يشوفوا لاعب كمال اجسام يقول له الله جميل، الله انت فيك حاجه مميزه، ما عندوش بقى انت منين ولا ازاي ولا الكلام ده خالص. بيحبوا اللعبه دي. بيحبوا اللعبه جدا. فانا كنت واقف في الباك ستيج وقتها برضو، انا ال يعني علاقتي بيهم لسه يعني مش قادر، يعني اللي هو مش قادر اتخيل الناس اشوفها من جلالتنا اروح يبقوا صحابي يعني. والعب قصادهم. فشافوني في الباك ستيج، قعدوا وهم الاثنين بقى بيضحكوا جدا. فكان وقتها روني كولمان خلاص بطل، بس جاي كان بيلعب. فقال لي انا عمري ما شفت لعب بالشكل ده في الوقت. لا الاول ضحكوا. الاول ضحكوا فانت لقيتهم بيضحكوا. هم جم بعد ما ضحكوا كلموك ولا كلموني ضحكوا وبعد كده كلمته ولا لا؟ لا هم قعدوا يضحكوا جدا، فانا مستغرب هم بيضحكوا ليه. فكان معايا المدرب بتاعي كان اسمه دين جيمس وصديق ليا وما زلنا يعني. فسالهم بيضحكوا ليه، فقالوا احنا شايفين حاجه غريبه، كنا متخيلين ان هو يعني احنا اضخم طفره. طفره في كمال الاجسام. يعني الحمد لله برضو ده كرم ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز يعني الواحد
يحط نفسه في مكان اكبر من قيمته. لكن الحمد لله كان ربنا يعني كريم معايا جدا ويعني ويسر لي كل الامور. اللي عاجبني في كلامك يا كمان دايما انت مقدم اراده الله سبحانه وتعالى. دي حقيقه ودايما دي الحقيقه الوحيده اللي في حياتنا. دي الحقيقه الوحيده اللي في حياتنا. وده مهما ربنا ادالك انت شايف ان انت ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. وده المصري على فكره. يعني حتى يعني عايز اقول مين اكبر واحد فينا دلوقتي؟ السيد الرئيس حتى وهو بيتكلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم بيقول لك الحمد لله فضل الله علينا نعمه ربنا علينا. بما اننا يعني جاء اسم السيد الرئيس وهو موجود في كل حكايتنا في الفتره اللي فاتت وحين كان كنت بتكلم انا وحضرتك على الانجازات اللي حاصله بما ان اللي جاي من التجمع الخامس اقول له قد ايه مصر الحمد لله يعني ملموس فيها كل انجاز حققه الرئيس في الفتره اللي فاتت احنا نحب نشكره لانه احنا اولاده في الاول والاخر ف ونحب يعني كل واحد ساب للبلد واجتهد عشان البلد حتى يتقدم له كلمه صح. شكر يعني شكرا لي والجهد العظيم وقد ايه مقدرين المجهود اللي بيعمله لكل صح. فرد في مصر من غير ما يستنى نقد او كلمه فضل او شكر لانه بيحب البلد. ايوه لانه بيحب البلد ومش مستني الناس تبقى راضيه عنه في ايه اكتر من ان هو يهم مصلحه البلد اللي الحمد لله ملموسه لنا دلوقتي. وانا لسه عندي قناعه كبيره جدا ان اللي جاي ان شاء الله لمصر افضل ان شاء الله باذن الله افضل. طيب خلينا نتكلم انه خلاص يعني اول بطوله لعبتها كانت 2013 تقريبا مستر اولمبيا ما توفقتش خدت تقريبا سابع او تامن خدت تامن تامن و يعني كانت توالد بقى أيوة. السنين ايوه لا انا عايز اعرف اول بطوله بتبقى هي الصدمه الاولى تبقى انا كنت في البطوله دي طبعا مجلات قاعد اتكلم عليها من ساعه بطوله نيويورك لحد بطوله مستر اولمبيا ان رامي جاي ينافس على الاول والثاني في البطوله. لما اخذت المركز الثامن ما حسيت قد ايه انا لا انا مطلوب مني ان انا اقدم مجهود انا ما بصيتهاش بالناحيه الثانيه ما بصيتهاش بالناحيه السلبيه لا خالص ان انا لا محتاج ابذل مجهود اكتر من كده عشان احط نفسي في المكان اللي انا عايزه. وبدات المكان اللي انا عايزه ده احلم به يوميا. انا ما عادش ما فيش يوم عدى عليا حتى وانا الناس مستبعداني او مقرباني او بتتكلم عليا ان رامي ينفع بطل مستر اولمبيا او لا في ناس عندهم القناعه او في ناس رافضه الفكره تماما تمام. لكن انا ما عداش يوم ما حلمت بيه ان انا اطلع وامسك الساند وارجع بيه مصر ما عداش يوم كل يوم عشان كده كل بطوله بتعدي وفترات جدا كويسه وفترات جدا صعبه الحلم قدامي الحلم قدامي وما بطلتش احلم. وانا ده نصيحه لازم الناس كلها تبقى لما تبقى عندك وحابب هتحصل حاجه في حياتك تفكر فيها ليه النهار كل دقيقه من حياتك ما تسيبش لحظه اللي هو خلي كيانك كله يشتغل علشان الهدف بتاعك لان دي الحقيقه الوحيده اللي بتخليك توصل لهدف صحيح. انا يمكن سمعت بطلتنا في ريال بتكلم بتقول انا كنت كل يوم طبعا بتقول كل يوم انا كنت بفكر ان انا واخده البطوله وراجعه واخده ميداليه الذهب وراجعه ودي الحقيقه الوحيده يعني لان انا سمعتها لان ده بيحصل مع كل حد مش بس رامي كل حد عايز يحقق نجاح لازم تبقى مصدق ان انت هتوصل له وده اللي بيخليك ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك في الاخر اللي هي في دينا انا عند ظن عبدي بيه فدي اظن عبدي ما شاء فيظن الخير ان شاء الله في ربنا وربنا هيديهولك هيديهولك بس تبقى عندك القناعه 100% انك هتوصل له. بص يا كابتن طيب انا يعني انت سمعت لك تصريح عجبني جدا وده يدل ان انت بتحب الخير للناس قلت انا مش عايز النجاح اللي انا عملته يقف عندي طبعا وده كان دفعك ان انت تنضم لفريق كوسكواد اللي بيضم اكتر من 45 لعيب كمال اجسام ومش بس كده بيرعاه طبعا الاستاذ اسلام كرطام عشان يخرج لعيبه تانية زيك انت مش عايز النجاح يقف عندك مش عايز انت تبقى بس المصري الوحيد اللي عمل كده الاول خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا لان مصر عشان زي ما قلنا بلد عظيمه فيها ناس يستاهلوا الشكر مننا. اسلام قرطام شاب اعتقد ان هو مش محتاج ابدا يبقى منضم للفريق ولا عنده فريق او اسماء او ايا كان هو في غنى عن ده كله راجل بيزنس مان وربنا يعني من فضل الله كرمه بس هو اختار طريق ان هو يخلي ناس يخليه في ظهر ناس ومصدق كمان ان هو يقدر يحقق انجاز ويغير خريطه مصر وفي الرياضه ومحب جدا. انا اول مره اتقابلت انا اسلام قرطام كنا في 2016 واتكلمنا مع بعض عن شغفه لرياضه كمال اجسام وبعدين قابلته في 2017 واتكلمنا عن رؤيته وانا كان عندي اللي هو صح مصدق اللي بيقوله يعني عندنا ناس مصدقه الكلام ده. عملنا اجتماع مع بعض في 2017 وقعدنا بنرسم
احنا نفسنا نعمل ايه، وبسمع منه لان انا كمان قد ايه راجل مثقف وقد ايه راجل محب لمصر اللي هو عايز يعمل لها حاجه كويسه جدا، وكمان محب للرياضه بشكل كبير جدا. فما اقولكش انا رجعت من القعده بتاعتي كنا في دبي، فرجعت فرحان جدا ان حد بيفكر كده، ان حد بيفكر كده وعنده الشغف ده وقاعد بيدفع، لسه ما فيش اي مردود مادي للي بيفكر فيه غير ان هو عايز يحقق حاجه لكل الشباب ويبقى في ظهرهم. المهم احنا في 2000 طبعا مرت سنين، يعني جينا في السنه اللي فاتت دي انا قلت له بعد ما خدت مستر اوروبيا قبل اولمبي، فانا قلت له احنا انا مصدق جدا اللي انت بتعمله وانا نفسي اكون جزء من الموضوع ده، لان انا عارف ان فكره رامي دي لو بقت فكره وانتهت تبقى حدث ملوش اي قيمه، خاصه انت بتحب بلدك ملوش اي قيمه، لان هي الفكره في النجاح انه يتحقق وراك يبقى اتعمل منه سلسله زي فكره النادي الاهلي كده، لما تنجح فرقه ورا فرقه ورا فرقه وسنين ورا سنين ده يبقى النجاح بقى قيمته كبيره، لكن مجرد ان هي تبقى حاله عاديه بتحصل كل كام سنه تبقى حالات فرديه ملهاش اي قيمه للنجاح. عرفت انت بتشجع النادي الاهلي؟ طبعا عرفت انت بتشجع النادي الاهلي. يعني فاحنا السنه دي قلت له احنا يعني انا نفسي اكون موجود معاك في التيم، لان انا مصدق جدا اللي انت بتفكر فيه وانا مؤمن ان احنا نقدر نعمله، وخصوصا ان انا نفسي كمان ارفع السنه دي الساندو يا رب. وانا لا ده كمان 2020 قبل ما اروح قلت له انا نفسي ارفع الساندو وانا معايا تيم مصري خالص، وفعلا ربنا اراد يعني الحمد لله. طبعا يعني في التفاصيل بقى المهمه اللي بتخص الرياضه، شغف ان هو عايز يحط الرياضه فين في مصر على الخريطه العالميه، هو اقتحم مش بس الرياضه في مصر، راح امريكا وراح بص هنا وراح ستريت ورك اوت، هو رئيس مجلس الاداره ستريت ورك اوت اللي هو اشتغل عليه وان هو دخل الرياضه دي مصر بكل حته في مصر. يعني احنا دلوقتي هي فكره ستريت ورك اوت هو كمان عايز يخلي مصر كلها تلعب رياضه ايا كان، في الشارع ليه رياضه العقله والحديد وتبقى زي امريكا بالظبط زي روسيا وزي روسيا وده اللي بيخليهم هم برضه فارقين عننا خطوات. صحيح ان الناس بتمارس، يعني انا ماشي في الشارع لقيت جيم المتاح، يعني مش جيم هو عقله وبار ودنابل لايف ستايل، تبقى اللايف ستايل بتاعت الناس رياضه، وده جزء كمان من توجه دوله احنا عايشينها الحمد لله. السيد الرئيس دلوقتي قد ايه متحمس ان البلد كلها تبقى بتمارس رياضه طول الوقت. السيد الرئيس يعني ان شاء الله وعد بمدينه كبيره جدا وبتم فيها ومدينه اولمبيه عالميه. انت كمان لو احنا كمان رحنا العاصمه الاداريه شفنا المكان يعني عملاق عملاق، استاد مصر اللي بيتعمل هناك حاجه فخمه جدا جدا، فطبعا ده توجه يعني صحيح. توجه صحيح وكمان بيوافق طموح شباب زي اسلام قرطان، فانا بحب اوجه له التحيه عن بجد المجهود اللي بيعمله. انت ما تعرفش هو بتبقى اعصابه عامله ازاي، يعني طول الوقت شاغل نفسه بكل التفاصيل وبكل اللاعبين بحياتهم الشخصيه بالتفاصيل بحياتهم هم ظروفهم ماشيه ازاي، شغف غير عادي. وانا والله يعني انا كل يوم بقول له الواحد من اجمل الحاجات اللي حصلت في حياته ان هو اتعرف عليك كشخص، وكمان من اجمل الحاجات ان احنا الحمد لله اشتغلنا سوا، وان احنا الفكره لمصر بقى فكره لبلدنا اللي احنا كلنا عندنا شغف ان احنا نعمل لها حاجه. طيب خليني اتكلم عن ال 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 ان في مستر اولمبيا اللي جايه انت مش هتلعب لوحدك، انت معاك عرفت ان في مجموعه من اللاعبين تاهلوا كمان. عرفنا مين برضو اللي تاهل. احنا عندنا كمان مجموعه من مصر ودي حاجه مهمه جدا، احنا من التيم بتاعنا تيم كوسكواد المصري، عندنا اللاعب محمد شعبان حقق يعني بطولات كتير السنه دي في عالم الاحتراف، حقق مراكز كتير ومن اللاعبين المميزين جدا والواعدين جدا، وانا ان شاء الله يعني هتشوفوا اللاعبين دول في حته ثانيه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. عندنا حسن مصطفى يعني شاب بصراحه في قمه الاحترام وينفعه قدوه لينا يعني. دي لقطات ليك يا كابتن على فكره وعلى الستيج وفي البطوله الاخيره. بس خليني ارجع للبطوله، انت السنه اللي فاتت كان عندك ازمه ومن اصعب السنين مرت عليك، اولا كانت كورونا مفيش بطولات. خليني بس اوضح للساده المشاهدين، عشان يشارك في مستر اولمبيا لازم يحصل مع مركز اول في احد البطولات الكبيره العالميه اللي بتنتهي بكلمه برو. تكساس برو مش عارف فلوريدا برو ايا كان في اي مكان في العالم. فهو انت السنه مرت عشان كورونا ما خدتش اول، وجالك كورونا كان في اخر بطوله اسبانيا وجالك كورونا فما سافرناش للاسف. لا احكي لي عن السنه دي. السنه دي نقدر نرجع كمان سنه وراها 2018. تمام 2018 انا 2017 كنت اخذت المركز الثاني، وكانت الناس متوقعه في 2018 هروح اخد لقب بالظبط.
2018 ما وفقتش، اخذت المركز السادس. فالناس قالوا فكره رامي بقى ان هو يكسب البطوله انتهت. طلعت من 2018 حصلت لي اصابه في كتفي، قعدت فيها 8 شهور. يا نهار احباط، يا نهار احباط. كمان السبونسر كلها اللي كانت معايا ما سابتني خلاص طبعا. لان خلاص يعني لاعب مصاب واخد تاني ومن تاني لسادس، فكله خلاص تخوف ان هو يكون خلاص خرج من الجيم. ف 2019 ما قدرتش العب لان خلاص يعني مصاب، فالبطوله قربت فما قدرتش. فقلت خلاص انا هلعب بطولاتي في 2020 باذن الله. 2020 رحت لعبت بطوله اسمها ارنولد كلاسيك في شهر 3. لسوء الحظ، لسوء الحظ كانت في 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 امريكا ولا في امريكا في كولومبوس. تمام. في اوهايو كولومبوس. فرحت اخذت المركز الثالث، ودي كانت بالنسبه لي حاجه محبطه بشكل غير عادي. انا اخذت ارنولد، بطوله ارنولد اكتر من مره. ارنولد شوارزنجر طبعا ممثل هوليوود الكبير. ليا برضه حاجه كده لازم اقولها عشان تعرف ان بلدنا عظيمه يعني. بس خلينا تمام، خلينا نخلص القصه دي ونروح نسرد بقيه الحكايه. احنا في 2018 خلاص كده 2020 انا خدت المركز الثالث فما اتاهلتش لاولمبيا. وحصلت الظروف بقى بتاعت كورونا، وانا ده كله في دبي، فانا عايز ارجع اجهز لان الجيمات مقفوله. جيت هنا بجهز عشان بطوله اوروبا، وما حلفنيش الحظ ان انا اروح عشان كورونا وكده. كورونا مقفول، لوك داون كله. فالحمد لله يعني من بس هي، ومع ذلك انا لا بطلت اتمرن. والناس كانت كلها بتقول لي انت بطلتش تتمرن ليه؟ ما خلاص البطوله راحت. قلت لهم ما اعرفش، بس يعني انا هجتهد لحد اخر فرصه. الله. وما كنتش انا عامل حسابي ان ابدا ان هم يدوني انفيتيشن ابدا. الله. ابدا. بس الله. كنت مصمم ان انا لازم اكمل لاخر نفس. يعني انت حتى اسبانيا اللي كنت رايحه جالك كورونا وعرفت انت تعبت جامد. عرفت ان الكورونا تعبتك. هو ما كانتش لها بصراحه اعراض خالص عليا، غير ان هي لازم اتعزل طبعا، لازم اتعزل ال 10 ايام دول. عملت تحاليل بعد 10 ايام بس كانت البطوله معناتها عدى، فالحمد لله ربنا. فما رحتش. ومع ذلك بتتمرن وبعد وعندك يقين ربنا هيكافئك. ما اعرفش ازاي، وكل الناس تقول لي انت غريب، انت بتعمل ايه؟ طب ريح بقى عشان السنه الجايه. انا هفضل لحد يوم البطوله. ازاي يحصل ايه؟ ما اعرفش ازاي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله جتني انفيتيشن، وبرضه على غير يعني على غير العاده اللي ما حصلتش ان لاعب عربي جاله قبل كده انفيتيشن. الفكره كمان ان اولمبيا قبل كده ما اخذهاش لاعب عربي غير لاعب واحد سنه 1982 بطلنا الكبير سمير بنوت. والباقي وبقيه البطولات مستحوذ عليها في امريكا. ما اتخرجتش من امريكا. وليه جات لك الانفيتيشن ازاي؟ جات لي الدعوه لان طبعا هم بيحتاجوا الستارز في لعبه بادي بيلدينج يكونوا موجودين عشان يعني الميديا يقدروا قد ايه ان انا برضو السنه دي حاولت كتير ان انا اروح بس ما توفقتش. فشافوا ان انت تستحق. وهم وهو كمان بيحتاجوا الاسماء الكبيره طبعا. كمان الاسماء وهم يعني معتبرين ان انا اسم كبير في اللعبه. فالحمد لله بنعتبره. احنا كمان بنعتبرك وانت كده. الحمد لله بفضل ربنا. فالمهم يعني اتوفقت ورحت البطوله، وهم بقى طبعا انت عارف البرامج هناك يعني هم متخصصين في كمان اجسام شويه، ففي برامج كل يوم مش حاطيني في الترشيحات ابدا خالص بره الست على طول. لان بقى لي كتير ما بلعبش، وارنولد ما توفقتش. ف بدات النجمك يطفي شويه. ايوه. فالمهم رحت البطوله الحمد لله، اراد ربنا سبحانه وتعالى. لا انا عايز اقف الانفيتيشن. جات لك اذا جات لك بالايميل كلموك ازاي؟ جاني اخبار قبلها بيومين ثلاثه من كذا حد مهم هناك، يعني قال لي رامي انت جاي لك انفيتيشن بس احنا مش متاكدين. فبعدين كلمني رئيس الاتحاد، يعني لا بحب اشكره جدا جيمانيان. وبعدين كلمني كذا حد من اصحابي قال لي احنا سمعنا ان هيجي لك انفيتيشن. وبعدين فعلا جانا عن طريق الايميل ان انا الانفيتيشن. طبعا الاخبار كلها نزلت في العالم في دقيقه يعني. جيلك. طبعا في العالم، في العالم كلها كانت نزلت على مواقع الاخباريه كلها. الحمد لله كملت لحد البطوله ومن فضل الله انا ربنا يعني عطيني اخوات، مش اخوات، اصحاب وتيم زي التيم كوس كوايت. فكانوا في ظهري جدا جدا جدا، حمسوني ان انا ان انا اقدم احسن ما عندي. عشان برضو ما اقدرش اقول لك ان انا رايح اخد البطوله. صحيح. انا كل سنه بعمل ده. صحيح. رايح العب اخد بطوله. لكن السنه دي كانت ظروفها صعبه شويه. ظروفها الماديه كانت بدات تصعب عليا لان كذا حاجه حصلت ليا والسبونسرز واللي مش عارفين. كورونا لوك داون وشغالين بتخسر. فيعني كل حاجه ما كانوا، كمان الشركات اللي انا كنت عاملها خاصه ليا في امريكا الحمد لله مع الكورونا. فكان يعني الظروف كانت صعبه. فجت مكافاه ربنا والحمد لله. وكان ده اهم وقت حصل في حياتي. يعني بقول لو انا بختار لنفسي والله ما اختار افضل من الوقت ده يجيني. انا يمكن اتكلمت الكلام ده اكتر من مره.
لكن هي دي المره الوحيده اللي انا جهزت فيها كامل داخل مصر وسط ناس مصريين بامكانيات مصريه كامله علشان ربنا يكافئني للناس اللي هنا في مصر والوطن العربي كله اللي بيدعموني في ظهري طول الوقت على الفكره طبعا. والناس حول العالم، لكن انا بعتبر مصر والدول العربيه دول بلدي. خلي بالك كابتن بلدي. على السوشيال ميديا على الفيسبوك ما شاء الله 2.5 مليون فولورز، على انستجرام 3.5 مليون، يعني انت بطل عالمي الحمد لله. لا تقل ابدا ابدا عن يعني النجوم الكبار في كرة القدم على مستوى العالم. بفضل الله. انت نجم النجوم وبطل الابطال الحقيقه. بس خلينا اروح بقى لموضوع ارنولد شوارزنجر. انت كنت عايز تقول حاجه. انا في 2017 احنا طبعا انا وارنولد تقابلنا اكتر من مره لان هو صاحب بطولات وكمان لاعب كان مشهور كمال اجسام، هو عرفنا عن معرفه شخصيه. ففي يوم احنا قال لي عزمنا على العشاء بعد البطوله، كنت انا كسبت البطوله بتاعته فعزمنا على العشاء. فاحنا بندردش كده فقام قال لي انتوا كان عندكم واحد اسمه عبد الحميد الجندي، ودي انا قلتها اكتر من مره لان انا قد ايه ببقى فخور لما يتقال اسماء عظيمه، واحنا كان عندنا ناس لها ثقل من الاحترام وهم كانوا حاملين شخصيه الشخصيه المصريه لما بيطلعوا بره مصر. حقيقي كان الله يرحمه رحمه الله عليه كابتن عبد الحميد الجندي كان مثال للراجل المصري العظيم رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فالمهم من سنه 67 او 66 كانوا طلعوا مع بعض، فهو شافه في بطوله كان اسمها بطوله ابطال الارض. فهو شافه في البطوله بيقول لي هو لسه موجود؟ قلت له لا توفاه الله. قال لي انا شفته قد ايه كنت منبهر بيه. من كام سنه الكلام ده؟ حوالي 40 50 سنه من 66 او 67 ولسه فاكره حتى ولسه فاكره يقول لي الجندي. طبعا اقول له بيتكلم عن مين ده؟ لحد ما عرفت ان هو بيتكلم مع حميد الجندي. قلت قد ايه كنت فخور وعظيم. وجيت حتى اهله اللي هنا قريبين كنت عايز افرحهم قد ايه سيره والدكم موجوده وان هو فعلا كان شخص عظيم. جالك فرصه تمثل؟ بره وجوه مصر. لا في امريكا بالذات. جالي فرصه هناك. بتفكر؟ يعني مش دلوقتي لان انا عندي اهدافي الاول في الرياضه. بس انت مش الاول والاخر. طب ودي طبعا اللحظه اللي توجت بيها. الحمد لله. بص يعني الصرخه دي صرخه التعب يعني كلمنا على اللحظه دي يا كابتن. هو شوف ده 10 سنين من نفس الحلم بيتكرر معايا كل يوم ان انا هطلع واخد البطوله دي. مين اول حاجه جت في بالك؟ كل الناس اللي حواليا اللي تعبوا وكانوا مقدرين قد ايه انا تعبت بصراحه. كل الناس في مصر اللي كانت بتبعت لي رسائل، الناس اللي بقابلها في الشارع وكانت دموعها قبل سابقه كلامها معايا وانا مش قادر ادي لهم اي حاجه غير حب ليهم بس. فقد ايه ان انا كنت فرحان اني عملت ده للناس. دي فرحه البني ادمين الحقيقيه في العطاء مش في اللي انت بتاخده. انت بتدي بتحس بفرحتك الحقيقيه، فحسيت ان انا عطيت لهم حاجه تخليني بجد فرحان ان انا عملت ده. عملت ايقونه وعملت حاجه لشباب المصري انه يصدق وانه يقدر وان احنا نقدر نبقى يعني كل أكبر. والله العظيم انا ده مصر عليه. كمان احنا لو بتكلم بشخص بشكل خاص يعني في الرياضه احنا قادرين نروح لابعد اماكن في كل المجالات. لان احنا يعني بشكل علمي احنا بلد اتكونت من اعراق كتيره في كل حته. فده طبيعي ان احنا جيناتنا مختلفه جدا. وانا بقول الكلام ده يعني بشكل علمي 100%. يعني احنا قادرين ان احنا في كل المجالات نحط بصمتنا وبصمتنا القويه جدا. والدليل على كده لما بتهيئ الظروف بشكل سليم 100% بيبقى عندنا ابطال عالم في اليد، بيبقى عندنا في الكاراتيه، بيبقى عندنا في التايكوندو. صح. الشباب دول لو كمان يعني انا شايف ان معالي الوزير اشرف صبحي والله من الشخصيات اللي انا كمان بحبها لانه شخص مجتهد جدا جميل. وحابب ان هو كمان يقدم حاجه للرياضات الفرديه. صح. وعايز يقدم حاجه للبلد. هو كان بيلعب رياضه شهيده. طبعا كان بيلعب كاراتيه كمان وكان لا باشا. فعشان كده انا شايف ان كمان ان احنا قادرين ان احنا نحط نفسنا في مكان كويس جدا. صحيح. في اللعبات الفرديه واللعبات الجماعيه. طب يا كابتن معلش ايه اللقطه دي بقى؟ ده انا كنت في اسكندريه. كنت في اسكندريه وبعدين في اسكندريه رايح مكان افتتاح مكان. يعني الناس شافوه. اتلموا حواليك. صح. يعني شفت فرحه الناس بيك؟ الحمد لله من فضل ربنا. يعني على فكره انا ببقى مقدر جدا اي واحد يفكر حتى يسلم عليا، ببقى يعني ببقى عايز اروح له قبل مني لان انتوا عارفين يا جماعه. كابتن رامي اول ما دخل بيج رامي طبعا والناس هنا في الاستوديو بداوا يتصوروا معاه. والله يا جماعه ابدا بالعكس، ده هو كان سعيد واللي يقرب منه يروح له يصور معاه. يعني باين التواضع. مش مساله تواضع، الناس دي بتقدم لك حب.
حبها بدون اي مقابل، فلازم تحترم حبها ليك. انا بشوف ان ده تقدير منهم، اصلا انت ما قدمتش في اي خطوه غير ان انت بتلعب رياضه لشخصك ولبلدك. هم عطوك حاجه اغلى كتير اللي هي الحب والاحترام والتعاطف معاك والاحترام اللي من غير اي مقابل ودعمك. من غير اي مقابل. انت يعني شايف ان هم لا حقهم اللي بيدوه، اللي بيدوه اكتر من اللي احنا بناخده. صحيح. من اللي احنا بنقدمه لهم بكتير. انا عجيب. بص يا كابتن، انا قبل الحلقه حاجه وهيبقى بعد الحلقه حاجه. ربنا انت ابهرتني بامانه والله يا كابتن. يعني انت خليتني تفكير بجد اسطوره في تفكيره. النجاح مش هيجي من صدفه، مش هيجي ابدا صدفه، بترتيب ومعاناه. ومعلش يا كابتن، يعني انت يعني خدت الطريق من تحت قوي. الحمد لله. يعني من تحت قوي قوي قوي. طب خلينا نتكلم عن يعني البطوله اللي جايه ان شاء الله. انت هتسافر كمان يومين باذن الرحمن يا رب بالسلامه. باذن الله. رايح الخميس ان شاء الله. الخميس امريكا ان شاء الله. هتعمل ايه؟ البطوله امتى؟ يعني البطوله ان شاء الله يوم 8/10. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكون مقدر لنا التوفيق فيها. بحاول انسى انا عملت ايه. زي اي فكره للنجاح، انت بتبدا من البدايه. الحاجه الوحيده اللي المفروض تاخدها من فكره المكسب اللي فات ان انت قادر. اما ان انت يبقى عندك تواكل على ان انت بطل، ده اخر حاجه ممكن تقدمها لنفسك. انا بجتهد ان انا برضو ارجع وافرح الناس اللي فرحت بفرحتي دي مره تانية. وان شاء الله ان شاء الله انا كمان مدين للتيم اللي انا فيه ومدين لبلدي مصر، ان انا يعني ان انا افرحهم فرحه هم يستاهلوا. ربنا يكرمك يا رب. طالما ده نيتك اكيد ربنا يكرمك. ربنا يكرم. وخليني اقول لك ان اكيد بعد الحلقه دي الناس هتعرفك اكتر، لانه قربت لمست في بيج رامي الشاب المصري اللي تعب اللي زيه زينا. فده ان شاء الله انا اتوقع انه هيقربك، بس مش جمهور النادي الاهلي، هيقربك لجمهور الرياضه كلها. يعني دي على فكره جمهور الرياضه المصريه كلهم جماهير محترمه. انا ساعات بأشفق على الناس اللي بتبقى واخده الانتماء لا يقلل من انتمائك لاي فريق او لاي مؤسسه، بقناعاتك الشخصيه لا يقلل من 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 شكلك او انتمائك لاصلا للحاجه الكبيره مصر. فاحنا بنشجع فرق، لكن في الاول والاخر مصر، كل واحد في الاخر نهايته مصر. صحيح. احنا ولاد بلد واحد. بلد واحد. صحيح يا كابتن. خلينا نطلع لفاصل، وعندنا يعني مفاجاه كده هنقدمها لحضرتك بعد الفاصل، ويعني خلينا نأملها قدام المشاهدين. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع، عندنا مفاجاه كده هنقدمها لكابتن رامي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اقل حاجه نقدر يعني نقدمها او نبين بيها مشاعرنا، واكيد مشاعر جمهور مصر كله، ان احنا نقدم حاجه بسيطه، يمكن اولها درع من قناه النادي الاهلي بالاشاده طبعا بالحقاوه كابتن بيج رامي من بطولته مستر اولمبيا، وكمان يعني بنتمنى له التوفيق في البطوله اللي جايه ان شاء الله. يمكن ده يعني درع من القناه نقدم لحضرتك. شاكر جدا والله، يعني ده شرف كبير جدا ليا، وده يعني لا يقل ابدا عن اهم بطولاتي، لان من مكان انا بعتز بيه وبشرف ان انا بنتمي ليه حتى لو بمشاعري. يعني عارف، انا عايز بس اقول لحضراتكم ان وقت ما اتكلمنا مع كابتن بيج رامي عشان يتواجد معانا في قناه النادي الاهلي، ما سالش على اي حاجه. ما سالش على اي حاجه، قال بالعكس انا قناه النادي الاهلي، بالرغم ان عمره ما انتمى ابدا للنادي الاهلي كلابس تيشيرت او حاجه. وبالمناسبه هو كان في الفاصل بيهزر بيقول انا كنت عايز اجيب تيشيرت النادي الاهلي بس ما لقيتش تيشيرت مقاسي. خلينا حب وعشق لهذا المكان طبعا. فلازم يعني نحتفل بيه ونحتفي بيه ونبقى دايما ايقونه لينا. وطبعا بنفكره بلحظه الانتصار حبيب. مستر اولمبيا السنه اللي فاتت وقت ما حضرتك رفعت طبعا الميداليه. الميداليه دي وزنها كام يا كابتن؟ الساندو ده هو ده الاهم. وزنه حوالي 37 باوند. يعني حوالي 18 كيلو. ده عشان انتوا كمال اجسام، انما طبعا لو احنا بشر عاديين دون ميداليه هنقع بيها. ويعني يعني هو طبعا ده الاهم، لان هو الصندوق ده الاهم، لان هو ده بيبقى بتاعك بقى خلاص مدى الحياه. هو ما فيش غير 16 لاعب اخذوه، انا رقم 16 من فضل ربنا. يعني اتمنى انه يفضل معانا في مصر اكتر من سنه على ايد رامي وعلى ايد اشخاص ثانيين ان شاء الله. صحيح. طب والميداليه دي يا كابتن برضه هي ميداليه عشان تناسب حجم اللعيبه. صحيح. كل اللعيبه احنا لعيبه بقى صغيرين يجيبوا لنا ميداليه صغيره كده على قدنا. فاستاذنك يا كابتن لو يعني نقطع التورته مع بعض. يا ريت. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن هيثم الزاهد
عشان بتاعه كمال اجسام محتاجه حاجه. احنا مش عايزين بتاعه. ايوه ايوه بس تسلم ايدك يا كابتن. لا انت قرصت عليها جامد جابت معاك. فخليني اقول لك يا كابتن طبعا دي حاجه يعني ربنا يكرمك. انا اتشرفت جدا وانا سعيد ان انا بجد معاكم. وطبعا يعني اللي بقوله قبل ما اجي انا سعيد جدا مع كابتن هيثم اول باشمهندس هيثم زي ما حب. يعني احنا محبين ليك والادائك وكمشجعين للنادي الاهلي وكمان للاسطوره اللي انت حققتها في الرياضه اللي انت يعني كنت جزء كبير منها لمصر قبل النادي الزمالك والنادي الاهلي ومصر كلها. شكل لحضرتك ودي شهاده كبيره جدا. واحنا طبعا بنعتذر لجمهور النادي الاهلي طبعا في كلام كتير اتكتب على الميديا كان طبعا بس الحوار كان شيق. وان شاء الله كابتن يعني بيجي ان شاء الله يتوج بالبطوله باذن الله ويكون معانا مرات ومرات ونجاوب على كل استفسارات ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كابتن نورتنا وشرفتنا. عايز اقول لحضرتك يعني كل التوفيق ليك يا كابتن. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك كابتن حسن. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا. يا رب يا رب ان شاء الله كل التوفيق لكابتننا بيج رامي. بشكركم شكرا جزيلا وانتظرونا في حلقه ثانيه مع الابطال. اكيد ابطال مصر هيكونوا معانا وليهم دور كبير جدا معانا في البرنامج. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.